استاذ عادل، انا فكرت الكلام اللي انت قلته لي. يعني افهم يا فندم من اتصالك بيا ان حضرتك وافقتي؟ عايزاك تفهم ان ماليش اي سبب بالجريمة. صوتك اتهاني. صوتك اطمئن، انا مش هيك شغالين النهارده. طيب يبقى ناخد راحتنا بقى. كنا بنقول ايه يا فندم؟ عايزاك تفهم اني وافقت على المشروع ده لسببين. السبب الاول انهم وجهولي تهمه القتل، وانا متاكده ان التحقيق هيثبت براءتي. ولزوم ايه يا فندم بس التحقيق والبهدله وكلام الناس؟ فعلا اعصابي مش هتستحمل التحقيقات، وانت اشتري راحتي بالفلوس. تمام يا فندم، هني قرشك ولا تهني نفسك. السبب الثاني سبب انساني. انساني؟ بنتك. الحقيقه صعب عليا طفلة بريئة تتبهدل بعد موت أبوها. أنا قررت أدفع لك الفلوس اللي أنت عايزها. المهم تنفذ الجزء الخاص بيك من الاتفاق. بحيث إن سيادتك تكوني بعيدة عن أي شبهة اتهام. عايز كم؟ 20,000 جنيه. اتفقنا، بس في شويه حاجات لازم تعرفها. طبعا يا مدام، اتفضلي استريحي. حاجات زي مثلا المرحوم كان قاعد فين ساعه ما اتقتل؟ كان لابس ايه؟ اتقتل ازاي؟ ها؟ مش ممكن طبعا اروح اقول للبوليس اي كلام فارغ، العمليه لازم تبقى محدوده. معاك حق، اتفضل معايا. لازم ال 20,000 جنيه يكونوا في ايدي قبل اي حاجه.